تركوا لنا الكثير ورحلوا، تركوا إرثا عظيما وتراثا زاخرا وعادات وتقاليد أصيلة تربطنا ببعضنا البعض وترسم لنا مسارا مضيئا إلى دروب الأمان. سراي. الفنان الراحل عبد الله خريبط. عبد الله خريبط ممثل ومخرج من جيل الرواد. ولد الفنان عبد الله خريبط في الأول من يناير من عام 1934، ودخل عالم الفن في منتصف خمسينيات القرن الماضي، ودرس في مدرسة مولى بلال ثم مدرسة زكريا ثم المدرسة المباركية في عام 1946، وشارك في عام 1954 مع فرقة الكشاف الوطني في تأسيس فرقة تمثيلية انبثقت عن فرقة الكشاف. تسوى عشرة انت وانت شرب جقايل؟ عندي جقايل، عندي جقايل، تشرب جقايل، تشرب جقايل انت. الله أكبر، الله أكبر. ها بتجيب؟ ها مينون 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 مينون. سعاد أنا حاس إن راسي يفتر يفتر يلف دايخ من التعب. الله يهداك، طول النهار وانت تراكب، لو تريح نفسك شو يعني، هذا مو وقت تعب الحين. شو اسوي؟ خصنا عندك حفله الليله. شو اسوي؟ مو هاي مشكلتي ان عندي حفله الليله. زين ايش رايك؟ وقدم اولى اعماله المسرحيه بعنوان مدير فاشل، فكره واخراج محمد النشمي، وعرضت على مسرح مدرسه صلاح الدين سابقا عام 1955. في عام 1956 بدأ العمل في المسرح المرتجل من خلال فرقة المسرح الشعبي التي كانت أساساً فرقة الكشاف الوطني، حيث قدموا مسرحيات منها خبير اسكت، ضاع الأمل، وعمل في تأسيس المسرح الوطني عام 1961 مع الفنان المرحوم صقر رشود وعبد الله خلف وصالح موسى وأحمد درويش ومحبوب العبد الله وعبد الأمير مطر، وكان عضوا بالمسرح الشعبي، حيث قدموا عملا مسرحيا بعنوان فتحنا. شفيك ما رحت المدرسه اليوم؟ مريضه سخنة اليوم. سلامتها ما تشوف شرشاب؟ قعدتها ما قدرت تروح، خليتها ردت. بسيطه اقول حسب حسابك، ترى اليوم انا مسوي حفله علشان اخوي صقر صيحي. ايش فيه؟ بسافر باكر الصبح. لا اي ما مدايه بعد شو اسوي، لازم يدرس هناك عنده شغل. بس حسب حسابك ترى ربع اللي عندي ان شاء الله وايد. لا مو عن وايد، اصدقائي واصدقاء اصدقائي واصدقاء صقر واصدقاء اصدقاء صقر وصقر لا اصدقاء بعد. اي اي مثل تعرف بعد. ها لا يهمك، حاضر. زين اللي قلت لي عيب. ومن أعمال الفنان الراحل عبد الله خريبط زوج سعيد جدا جدا، وشمعة تحترق، ودرب الزلق، والركادة زينة، والملقوف، وشرباكة، وبدأ الحب، وأشلح واملح، والأيادي الخشنة، والجنون فنون، واستارثوني وانا حي، وعمارة المعلم كندوز، وصقر قريش، ولفات الفوت ما ينفع الصوت، وبنجلة، ومالك إلا خشمك ولو كان عوج، وطريق الشوك، وزوجتي والصيف. الحقيقة ما أدري والله أنا شون، الله الله موفقني بإنسان طيب، إني أبو وأبو، إني أخو وأخو، إني صديق صديق، بس إيش حق مكلف؟ إني رفيق رفيق. لا والله. أي والله. لا والله. أي والله. وإيش حق مكلف نفسك عاد؟ يا أخي أنا أحب أخدم، أنا ريال أحب، وبعدين أنا شون أقدر أنسى فضلك؟ لا طول ما أنا عايش. لا أرجوك قبل لا تشرب عندي سؤال وجيه، وأبي جوابك يكون أوجه. تفضل قول. وناصر احنا اخوان وشراكه ومن زمان يميع. نعم. اقدر اسالك سؤال كذي سطحي؟ تفضل. ولا جذري تبي؟ لا والله اذا صار جذري احسن. جذري شنو؟ اسمع يقولون جذري. جذري خلا جذري يعني. ايش جذري؟ لا خلا سطحي. سطحي زين. لا جذري. جذري جذري ايش شنو جذري؟ انا لا جذري جذري. انا بسالك سؤال، انت مسوي حفله حق اخوك مناسبه قدومه وتخرجه من الجامعه. عدل على عيني وعلى راسي. خوش حاج. تقدر تقول لي السبب؟ إيه؟ وليش؟ نعم. وبأي حق؟ إيه؟ كلمتك هذه وبأي حق؟ خذ
ترأس مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي من عام 1963 إلى عام 1968، ثم توقف وعاد عام 1973 إلى عام 1976. شارك في بعض الأعمال التلفزيونية ومن أهمها مسلسل درب الزلق ومواقفه مع الممثل حسين عبد الرضا، وهي كوميديا موقف وبمثابة نموذج الكوميديا الراقية، كما قدم سهرات تمثيلية، وأسس فرقة المسرح الحر الخاصة في عام 1974 مع عدد من الفنانين منهم عبد العزيز الفهد وعايش إبراهيم، وهو من مؤسسي جمعية الفنانين الكويتيين عام 1963. وليش ما قال هالمدة؟ ايش حقه واقف ساكت؟ هو قال لك اكيد، لا اكيد قبض سيارة، اكيد قبض سيارة، اكيد مو عمي. انا قلت لك بس انت ما سمعت كلامي. مش انا بقعد ما تروح تشوف السيارة؟ وين اروح؟ تشوف سيارتك، سيارة قاعدة تشتغل بالشارع الحين تلقاها احترق صارت فحم. منو حلو انا اوقف سيارة بالشارع؟ انا ايش فيني انا بعد؟ انت ما فيك شيء، سيارتك اللي فيها. ادري ادري ادري، انا موقف السياره علشان بروح اجيبها، صيفت عليها. هو 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 من هي هذه اللي صيفت عليها وتروح تجيبها؟ بروح اجيبك انت. يا ربي احمد، شو يا خيال من هالريال تجيبني؟ شلون تجيبني وانا كاني قاعده قبالك؟ ها شوف ايش كبري. ما تقول ايش حد يضحك؟ يضحك عليك؟ يضحك عليك؟ يضحك عليك؟ يضحك علي؟ يضحك علي؟ ايه؟ ها شارك في بعض الأعمال المسرحية مع فرقة المسرح العربي منها صقر قريش وعمارة المعلم كنوز واستارثوني ونحي، وتوفي في 23 من مايو من عام 1997.